السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بطلبة المرحلة الثانية في قسم هندسة الحاسوب كلية الهندسة الجامعة المستنصرية مرات النظم الرقمية المتقدمة للفصل الدراسي الثاني. في هذه المحاضرة إن شاء الله سنناقش طريقة البوليان ديفرنس تكنيك اللي نستخدمها في اكتشاف التيست المناسب لمعرفة الفولت إذا كان موجود في الدائرة. هذه الطريقة تعتمد على بوابة الإكسكلوزيف وور أو على الإكسكلوزيف وور أوبريشن اللي نقوم به ما بين التعبير البوليني لإخراج الدائرة لما تكون الدائرة تعمل بشكل صحيح بدون أي فولت، يعني نسميها free fault output، وكذلك ما بين إخراج الدائرة لما يكون بها فولت، يعني نجي نعمل إكسكلوزيف وور ما بين إخراج الدائرة لما يكون صحيح بدون أي فولت وما بين إخراج الدائرة اللي لما يكون بفولت في مكان معين. وبعد ما نعمل إكسكلوزيف وور نحصل على نتيجة نسميها بالبوليان ديفرنس إكسبرشن اللي هو يمثل لي نتيجة الإكسكلوزيف وور أوبريشن ما بين الإخراجين. البوليان ديفرنس إذا كانت قيمته واحد معناته يوجد فولت عندنا في هذا المكان، وإذا كانت قيمته صفر معناته ما يتواجد عندنا فولت. بمعنى آخر لو كانت عندنا دائرة إخراجها هو زد اللي هو دالة بدلالة الانبوتس اللي هي من X1 إلى XN، هذه الدالة نسميها بالF، يعني إذا كان الأوتبوت هو فانكشن بدلالة الانبوتس اللي هي من X1 إلى XN اللي داخل على الدائرة. لنفترض بأنه الفولت كان عندنا في الإدخال أو في المسار تبع الإدخال XI، يعني هذه ممكن تكون إدخالات وممكن تكون هي مسارات أو خطوط تربط ما بين البوابات الداخلية اللي موجودة في الدائرة. لنفترض بأنه عندنا خطأ في هذا المسار اللي هو XI، فإذا كانت هذا هو إخراج الدائرة بالشكل هذا، فلما نفترض بأنه خطأ بالإكس هاي راح نحصل على إخراج جديد نسميه بالزد إكس هاي اللي هو عبارة عن فانكشن بدلالة الإدخالات اللي راح نسميه بالزد إكس هاي يساوي لنا جي، الفانكشن جي بدلالة من إكس 1 إلى حد إكس إن، هذه المسارات أو الإدخالات. وهنا المسار إكس هاي اللي هو يضمن الفولت، إذا كان بإخراج الدائرة بدون فولت إكس هاي فهنا راح نسميه بالإكس هاي داش، يكون الكومبلمنت مارك. وإذا كان في إخراج الدائرة ما بين فولت XI داش هنا راح يصير XI، يعني نجد إخراج الدائرة بدلالة هذا XI وبعدين نجد إخراج الدائرة ونسميه زد XI بدلالة XI، لازم لكن يكون بصيغة الكومبلمنت متمم للقيمة السابقة. بعد ما حصلنا على زد وزد XI نجي الآن نعمل البوليان ديفرنس اللي هو نرمزه بالشكل التالي دي زد اوفر دي زد اكس اي اللي هو عبارة عن اكسكلوزيف وور ما بين اخراج الدائرة بشكل صحيح وما بين اخراج الدائرة واخراج الدائرة لما يكون بها فولت بالرابط او اللينك اكس اي. فنحصل على فانكشن جديدة نسميها اتش، هذه الفانكشن الثالثة اللي هي تكون بدلالة الادخالات من اكس 1 الى اكس ان. حتى نفتهم الفكرة بشكل اوضح راح نأخذ المثال التالي اللي هو نفس المثال السابق اللي كان أخذناه في محاضرة طريقة الفولت ماتريكس، وراح نطبق عليه طريقة البوليان ديفرنس تكنيك. المثال هو مثل ما تلاحظون هذه الكومبينيشن لوجيك سيركت اللي عندنا بإدخال X1 X2 وعندنا إخراج واحد اللي هو الزد، والمسارات اللي حددناها هي من C1 إلى حد C7. فمنطوق المثال هو يوز بوليان ديفرنس تكنيك، يعني استخدم البوليان ديفرنس تكنيك تو ديرايف ا فولت تيست حتى نشتغل اختبار للفولت. اف ا فولت اوكرز ان، اذا كان الفولت يحدث لنا في المسارات التاليه، اي بالكونكشن سي 1، يعني اذا كان عندي فولت في هذا المسار السي 1، فاذا كان عندي فولت في هذا السي 1 راح نشيك نشوف شنو التيست اللي يفيدنا حتى نقدر نكتشف هل اكو فولت، هل يتواجد فولت في هذا المكان او لا. ب كونكشن سي 5، يعني اذا كان عندي الفولت بالسي 5، يعني اذا كان هنا عندنا فولت
يعني إذا كان هنا عندنا قطع راح نشاهد أو نلاحظ شنو التستس اللي تفيدنا حتى نقدر نكتشف إذا كان اكو فولت بالسي 5 أو لا في هذا الكونكشن. أول خطوة نعملها حتى نحل هذا المثال راح نجد قيمة الزد اللي هي الإخراج الدلالة السي 1 اللي هو الإخراج الصحيح والسي 2 لأنه السي 1 تمثل لي الإكس 1 والسي 2 تمثل لي الإكس 2. فبالنسبة للزد فهي تساوي السي 1 مضروب في السي 2 داش والنتيجة كلها نخلي عليها داش لأنه هنا نقيت يعني سي 1 في سي 2 داش والكل عليها داش مضروبة في مضروبة هنا ضرب وعندنا هنا سي 1 داش مضروب في السي 2 والكل عليها نوت جيت سي 1 داش مضروب في السي 2 والكل عليها نوت أو داش هذا تمثل لي الناند جيت الثاني وإخراج هذا الناند جيت مع هذا الناند جيت نضربهم ونخلي على الكل داش حق لي نوت مثل لي هنا الناند جيت الثالثة حتى ينطينا الزد فصار عندنا تعبير الزد هو بهذا الشكل. إذا نبسط هذه الزد بشكل أكثر بحيث نفتح هذا الكومبلمنت فراح يصير لنا هنا دبل كومبلمنت وهنا دبل كومبلمنت وهذا الضرب يتحول إلى جمع. الدبل كومبلمنت أحدهما يلغي الآخر كذلك هنا بالنهاية راح نحصل على إخراج اللي هو الزد يساوي لنا السي 1 داش في السي 2 زائدا السي 1 في السي 2 داش بهذا الشكل. نأتي الآن لفرع أي أو رقم واحد لما يكون عندنا فولت بالكونكشن سي 1 كل اللي راح نعمله بأنه نحاول بأنه نخلي هذه الزد بدلالة السي 1 والإدخالات الأخرى للدائرة اللي هي السي 2 عندنا. فالزد بشكلها الصحيح هو هذا أما الزد لما يكون عندنا فولت بالسي 1 نسميه زد سب سي 1 على اعتبار أن السي 1 مثل الإكس أي مثل ما شرحنا في المقدمة. فالزد سي 1 يساوي في هذه الزد إذا كانت عندنا السي 1 بصيغة الداش نجي نحول هنا إلى سي 1 بدون داش بالزد سي 1 وإذا كانت بدون داش نخلي لها داش بهذا الشكل. لذلك هذا الزد لما نكتب الزد سي 1 نشتقها راح تكون بالشكل التالي هذه سي 1 داش تصير سي 1 والسي 2 كما هي تنزل لأنه ما عندنا بها مشكلة أو فولت زائد كما هي وهنا سي 1 تصير سي 1 داش وهنا سي 2 داش تصير تبقى سي 2 داش كما هي. يعني لما نزلت هذه نشتقها من الدائرة نوجدها بدلالة الإدخالات وبدلالة اللينك أو المتغير اللي صار به فولت. هنا لحسن الحظ المتغير اللي صار بفولت هو السي 1 اللي هو نفس الادخال السي 1 لذلك هذه هي الزد. نأتي الآن بعد ما حصلنا على الزد نحصل على الزد سب سي 1 اللي صار به فولت سي 1 في هذه الزد سب سي 1 المتغيرات الأخرى تدخل كما تنزل كما هي اللي هي مثل ما تشوفون هنا السي 2 عندنا لكن عندنا السي 1 هنا إذا كان هنا بصيغة الداش يتحول هنا إلى بدون داش وإذا كان بدون داش يتحول إلى صيغة الكومبلمنت نخلي له داش. الخطوة اللي بعدها نأتي الآن لعمل exclusive OR ما بين هذه الزد وما بين هذه الزد سي 1 حتى نحصل على البوليان ديفرانس اللي هو دي زد أوفر دي زد سي 1 نرمزله بهذا الشكل. طبعا هنا راح نرسم كارنوف ماب بمتغيرين لأنه الزد عندنا فقط سي 1 سي 2 بها والزد سي 1 هم كذلك عندنا متغيرين سي 1 سي 2 لذلك البوليان ديفرنس الكارنوف ماب مالته راح تكون ايضا بمتغيرين سي 1 سي 2. فبالنسبه للزد المتغير الاول هو السي 1 وهنا السي 2 والكارنوف ماب هذه من الاربع خلايا راح نوزع المتغيرات هذه او البوليان اكسبرشنز عندنا هنا سي 1 داش سي 2 فنجي هنا سي 1 داش في السي 2 خلينا واحد وعندنا واحد اخر بالسي 1 سي 2 داش هذا هو السي 1 وهذا السي 2 داش فنخلي هنا واحد هذا هو صار تعبير الزد هنا. نأتي الآن لتوزيع الزد سي 1 في هذه الكارنوف ماب فهنا عندنا سي 1 سي 2 فهذا هو السي 1 وهنا السي 2 يعني واحد بواحد فننزل هنا الواحد وعندنا هنا سي 1 داش سي 2 داش يعني السي 1 صفر والسي 2 صفر ونخلي هنا واحد نعمل لهم اكسكلوزيف اور هنا هذه بالحقيقة هي اكسكلوزيف اور وليس زائد فنحصل على يساوي
فراح تكون عندنا بالشكل التالي. فهنا صفر exclusive OR مع الواحد ينطينا واحد، واحد exclusive OR مع الصفر ينطينا واحد، والواحد exclusive OR مع الصفر ينطي واحد، وكذلك هنا الصفر exclusive OR مع الواحد نحصل على واحد. يعني مثل ما تعرفون بوابة exclusive OR تنطينا إخراج واحد إذا كانوا إدخالاتها مختلفين. ففي مثل ما قلنا في هذا المثال حصلنا على dz over dz c1. نأتي الآن للخطوة التالية ونحاول أن نفترض بأنه عندنا c1 بها فولت هي stuck at 0، يعني قافلة على قيمة الزيرو، والأخرى لما يكون عندنا c1 stuck at 1 يعني c1 قافلة قيمتها على الواحد. فنأتي البداية لما يكون عندنا c1 stuck at 0، يعني c1 stuck at 0 يعني بمعنى آخر c1 هي قافلة على قيمة الصفر. فإحنا راح نأخذ تعبير الواحد يعني c1 قافلة على، لما يكون c1 stuck at 0 يعني c1 قيمتها الحقيقية هي واحد، فراح نأخذ قيمة المربعات اللي يكون بها c1 واحد، يعني نأخذ هذا الكولوم، نأخذ هذا المربع وهذا المربع. بالنسبة لهذا المربع راح يكون هو عبارة عن c1 في c2 داش، مثل ما نلاحظ هنا يعني لما يكون c1 stuck at 0 راح يكون عندنا c1 في c2 داش هذا c1 في c2 داش، وهنا عندنا c1 في c2 زائد c1 في c2. فلو نرجع هنا لهذا الجدول اللي مثل هنا الادخالات بدايه c1 c2، هنا رقم التست، وهنا التعبير لل c1 وال c2، يعني لهذه الادخالات بدلاله ال c1 c2. هذا يمثل لي c1 داش c2 داش، هنا يمثل لنا c1 داش c2، وهنا يمثل لنا c1 c2 داش، وهذا يمثل لي c1 c2 مثل ما تشوف هنا. والتيست هو t0 t1 t sub 2 t sub 3. فلو نشوف هنا c1 c2 داش تمثل لي c1 c2 داش مثل لي هذا، وهذا يمثل لي تيست رقم 2 t2، لذلك هذا يمثل لي t sub 2. بالنسبة للc1 c2 يمثل لي هذا تيست رقم 3، فهنا نسميه t3. فمعناته إذا كان عندي c1 stuck at 0 فالتيست رقم 2 والتيست رقم 3 هو اللي يفيدني، يعني إذا أدخل على الدائرة 1 0 أو 1 1 راح يبين عندي إخراج الدائرة إذا كان أكو فولت عندي c1 stuck at 0، بحيث يكون إخراج الدائرة مختلف عن الإخراج الحقيقي. نأخذ الحالة الثانية لما يكون عندنا c1 stuck at 1، بمعنى آخر يعني c1 قافلة قيمتها على الواحد، فراح نأخذ يعني القيمة الحقيقية اللي هي صفر، فنأخذ هذا الكولوم، معناته نأخذ هذا المربع اللي مثل لي c1 داش c2 داش ينو بي واحد، وهذا المربع اللي بي واحد اللي مثل لي c1 داش في c2، مثل ما نلاحظ هنا c1 داش c2 داش زائد c1 داش في c2، وهذا يمثل لي التست رقم 0 t0، وهذا يمثل لي او يكافئ لي c1 داش c2 التست رقم 1 اللي هو t1. معناتها لما يكون عندي فولت بالc1 ويكون هو stuck at 1 يحتاج بانه هذا التست او هذا التست هذا وهذا حتى اقدر اكتشف الدائره اذا كان بها فولت او لا، يعني ادخل 0 0 هاي الادخالات واشوف اخراج الدائره، وادخل ادخال اخر اللي هو الصفر واحد واشوف اخراج الدائره، راح يكون مختلف عن الاخراج الحقيقي لما يكون الدائره ما بها فولت بالc1 وستاك يكون ات 1. مثل ما نوهت هنا معناته لما يكون الc1 ستاك ات 0 معناتها الزيرو هي الفولت والواحد هو السكسسيف اللي هو بدون فولت، فيروح اخذ قيم الوحدات لما يكون عندي بالواحد، وكذلك الc لما يكون ستاك ات 1 فمعناته هو بالصفر السكسسيف والواحد هو الفولت. يعني نرجع هنا فمعناته لما الc1 ستاك ات 0 يعني اخذ هذه القيم لما تكون بها واحد، لما يكون الc1 ستاك ات 1 يعني اخذ هذا الكولوم اللي تكون به قيم واحد، ونفس الفكره اذا كان السي2 ستاك ات 0 معناتها
أخذ هذا الكولوم اللي يكون به C2 وحدات وأطلع التعبير إليه. وإذا كان C1 stuck at 1 معناتها أترك هذا وأخذ هذا الرو وأخذ الخلايا اللي تكون بها القيم وحدات dz over dz C1 وأوجد لها تعابير وأوجد بما يكافئها بالتيست هنا. نأتي الآن للخيار الآخر فرع B أو 2 لما يكون عندي default بالنوب connection C5. هنا خلي ننتبه جيدا الزت هو عندنا بهذا الشكل مثل ما وجدناه سابقا اللي هو C1 في C2 داش complement مضروبة في C1 داش C2 complement والكل عليه complement. قبل ما نفتح هنا هذا التعبير راح هنا لما يكون عندنا فورت بالC5 اللي هو ما يمثل لي الادخالات هنا اللي هي C1 والC2 الرئيسية. لما يكون هنا عندي فورت بالC5 المفروض أوجد إخراج الدائرة بدلالة الC5 وكذلك الC1 والC2 أيضا حتى أقدر أستطيع أرجع للجدول وأوجد التيست المناسب حسب قيم الC1 والC2. يعني مثل ما تعرفون الجدول هو بدلالة الC1 والC2 ما عندنا بي C5، لذلك أنا لازم أحافظ على أنه يكون إخراج الدائرة يتضمن لي الإدخالات هذه الصحيحة اللي هي C1 اللي تمثل X1 والC2 اللي تمثل لي X2، وكذلك أضيف لهم اللينك أو المتغير اللي يضمن الفولت. فلما نريد نجد تعبير للزد لما يكون عندنا فولت بالكونكشن C5 معناته لازم أوجد تعبير للزد بدلالة C5 والC1 والC2. مثلا لو كان عندي فولت هنا بالC6 فالمفروض أوجد تعبير للزد بدلالة C6 والC1 والC2. مثال آخر لو كان عندي فولت هنا بالC4 بالكونكشن C4، مثلا هنا لو كان عندي فرع C الفولت هو بالكونكشن C4 هنا، فيفترض بأنه أطلع تعبير للزد يعني أوجد تعبير للزد بدلالة C4 وبدلالة C1 وبدلالة C2. مثل ما قلنا C1 والC2 ضروريات لأنه هي الإدخالات الصحيحة اللي عن طريقها أقدر أرجع للجدول وأطلع رقم التيست. واضح؟ مثال أخير لو كان هنا عندنا فورك بالC3 بالكونكشن C3، فالزد لما أطلع لها لما أوجد لها تعبير الزد المفروض أوجد تعبير بدلالة C3 هذا اللي بيفورت وبدلالة C1 وبدلالة C2. أتصور صار الأمر واضح. فلو رجعنا هنا للC5، الC5 هي شو تمثل لي؟ تمثل لي C1 في الC2 داش والكل عليه داش، يعني تمثل لي الC1 في الC2 داش والكل عليه داش، لذلك راح أبدل الC1 C2 داش والكل عليه داش بالC5 بهالشكل هذا. ليش؟ لأنه الC5 هي عبارة عن C1 في الC2 داش والكل عليه داش اللي تمثل لي هذه النان جيت ما بين C1 والC2 داش. فأصبح عندنا الزد اللي هو هذا بهذا الشكل. هذا التعبير أتركه ما أتلاعب بي ليشن وحتى أبقى محافظ على C1 C2 عندي بالزد. فصار هنا عندنا الزد بدلالة C5 وبدلالة C1 والC2. وأكرر مرة أخرى C1 C2 يجب أن تكون موجودة بالزد بالإخراج. ليش؟ لأنه حتى أستطيع أقدر حتى أستطيع أرجع لل جدول اللي عن طريقه أوجد التيست اللي يفيدنا. هذا هو الزد. فإذا فتحت هذا الكومبلمنت راح يصير عندي هنا C5 داش زائدا هذا الضرب من الاند جيت تتحول إلى OR زائدا C1 داش في الC2، وهنا دبل كومبلمنت أحدهما يلغي الآخر فيبقى عندنا التعبير هو هذا بالشكل هذا. هذا تمثل لي الزد. زين احنا عندنا الفولت بالC5. إذا كان هذا الزد إذا زد سب C5 ايش راح يصير؟ هذا C5 ايش راح تتحول الى C5، هذا C5 داش تتحول الى C5 وهذا يبقى التعبير كما هو. لو كان هنا عندنا C5 كان هنا ايش تصير؟ تصير C5 داش، لكن هنا عندنا C5 داش فراح تتحول الى C5. الان حصلنا على اخراج الدائره بدون فولت فولت فري، وهنا اخراج الدائره لما يكون عندنا فولت بالC5.
نأتي الآن لعمل كارنوف ماب، نوزع الزد هذا في هذه كارنوف ماب، ونوزع الزد سي 5 في هذا كارنوف ماب، حتى نحصل بالنهاية على البوليان ديفرنس اللي هو دي زد اوفر دي زد سي 5. نحتاج إلى كارنوف ماب أم الثلاث متغيرات، لأنه عندنا سي 1 سي 2 سي 5. إذا خلينا السي 1 سي 2 بالأعلى والسي 5 هنا، راح يكون التوزيع بالشكل التالي بالنسبة للزد. سي 5 داش معناته السي 5 هي صفارة بالصفر، فخلينا واحد 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 واحد. وهنا عندنا سي 1 داش في السي 2 معناته السي 1 صفر والسي 2 واحد، خلينا واحد واحد. هذا بالنسبة للزد. بالنسبة للزد سب سي 5 فراح يكون عندنا سي 5 يعني سي 5 واحد، هذا سي 5 واحد فنخلينا وحدات. وعندنا هنا سي 1 داش سي 2 اللي تمثل لي زد سي 1 صفر والسي 2 واحد، فننزل هنا واحد واحد بهالشكل هذا. ناخذ exclusive OR ما بين السيلز اللي موجودة بالزد وما بين الزد سي 5. هنا عندنا واحد بصفر exclusive OR ينزل عندنا واحد، هنا عندنا صفر عفوا هنا عندنا واحد بواحد فراح يكون صفر exclusive OR مالهم نتيجتهم، وهنا واحد بواحد مع صفر بصفر exclusive OR راح يكون عندنا واحد بواحد. بالنسبة لهذه المربعات هنا صفر وهنا عندنا صفر وهنا كذلك صفر مع واحد وواحد واحد exclusive OR راح يكون نتيجة واحد بواحد بواحد. بينما هذا المربع عندنا هنا زد واحد وهنا زد سب سي 5 واحد، فواحد مع واحد exclusive OR راح يكون البوليان ديفرنس قيمته صفر. فهذا هو البوليان ديفرنس اللي حصلنا عليه. نعم، نأتي الآن نفترض بأنه سي 5 هي stuck at 0، فراح نترك هذا وناخذ معناته سي 5 هي بالحقيقة قيمها واحدات، قيمها واحد، فناخذ فقط هذا الرو وناخذ فقط الخلايا اللي تحتوي على الواحد ونجذر لها تعبير بوليني، وبعدين نحول هذا التعبير البوليني بما يكافئ بالتيست من تي نوت الى تي 3 حسب الجدول اللي عندنا. بعدين نفترض بانه السي 5 استقعت 1، فمعناته نترك هذا الرو، بمعنى اخر يعني السي 5 هي قيمتها الحقيقيه صفر لما يكون السي 5 استقعت 1. فناخذ هذا الرو وناخذ تعابير بولينيه ل الخلايا او المربعات اللي تتضمن وحدات، اما الاصفار نتركها. بالنسبه لي بالبدايه لما يكون عندنا السي 5 ستك ات 0 راح يكون التعبير البوليني للوحدات للسي 5 واحد، راح يكون هنا عندنا سي 1 داش سي 2 داش في السي 5، هنا سي 1 سي 2 في السي 5. بالنسبه لهذا الاخير راح يكون عندنا سي 1 سي 2 داش بالسي 5 مثل ما نلاحظ هنا هذا التعبير. بما انه السي 5 هي عباره عن سي 1 في السي 2 داش والكل عليها داش، معناته الناند جيت ما بين سي 1 سي 2، اذا فتحنا هذه السي 1 سي 2 داش عليها داش راح تكون عندنا بالشكل التالي، سي 1 داش زائدا يعني هذه الاند جيت تتحول الى اور، وهنا سي 2 داش تصير دبل داش فتصير سي 2. فنعوض عن كل سي 5 هنا بهذا التعبير بالتعبير التالي اللي هو سي 1 داش بلس سي 2. ليش نعوض عن السي 5 بالشكل هذا؟ حتى يصير هذا التعبير عندنا بالنهايه فقط بدلاله السي 1 سي 2، واستطيع بعدين اسقط على هذا الجدول حتى اقدر اجد رقم التيست اللي استفاد من عنده لما يكون السي 5 ستك ات 0. فبالنسبه لي اول تعبير هذا سي 1 داش سي 2 داش ينزل هنا كما هو، اعوض عن السي 5 بسي 1 داش بلس سي 2 زائدا سي 1 سي 2 مثل ما نشوف هنا مضروبه في قيمه السي 5 اللي هي سي 1 داش بلس سي 2. بالنسبه للتيرم الاخير الثالث سي 1 سي 2 داش، سي 1 سي 2 داش مضروبه في السي 1 داش بلس سي 2 داش، طبعا هنا عندنا داش. فلما نجي نفتح الاقواس هذا في هذا سي 1 داش في السي 2 داش ممكن يكون هنا عندنا هذا الترم في هذا راح يصفر، نجي لهذا الترم في هذا السي 1 داش راح يصفر. بالنسبة لهذا سي 1 2 سي 1 سي 2 في سي 2 راح يكون عندنا بهالشكل هذا سي 1 سي 2. بالنسبة إلى هذا لما هو سي 1 سي 2 داش لما نضربه في السي 1 داش راح يصفر، ولما نضربه في السي 2 أيضا راح يصفر، راح يبقى عندنا فقط هذه التو ترمز. فسي 1 داش سي 2 داش إذا سقطناه على هذا الجدول راح يكون هو عبارة عن تيست رقم 0 تي نوت، والسي 1 سي 2 اللي تمثل لي هذا الرو فمعناتها
التست هو T3. معناتها بمعنى آخر إذا كان عندنا فولت بالC5 وكانت ستاك آت 0، فحتى أكتشف هذا الفولت وأقدر أقول هذا الفولت هو ستاك آت 0، يجب علي بأنه أنا أدخل على الدائرة الخالات التالية اللي هي 0 بصفر وألاحظ الإخراج، أو أدخل 1 بواحد اللي هو T3 وألاحظ الإخراج، أجد بأنه يختلف عن الإخراج الصحيح لما تكون الدائرة ما بيها فولت. نأتي الآن لما يكون عندنا C5 ستاك آت 1، يعني إخراج الدائرة C5، يعني لما يكون C5 ستاك آت 1 يعني C5 قافلة قيمتها على 1، معناتها قيمتها الصحيحة هي 0. فأجي أوجد تعبير بوليني لهذا الواحد وهذا الواحد وهذا الواحد، فراح يكون عندنا هنا C1 داش C2 داش C5 داش، وهنا راح يكون عندنا C1 C2 C5 داش، وبالنسبة لهذا راح يكون عندنا C1 C2 داش C5 داش مثل ما نلاحظ هنا. فهنا نعوض عن قيمة C5 اللي هي مثل ما ذكرنا سابقا، قيمة C5 هي C1 في C2 داش والكل عليها داش. طبعا هنا ما راح افتحها مثل ما سوينا هنا، ليش؟ لأنه هنا عندنا C5 داش، لأنه يعني هذا الداش تلقائيا سيلغى مع هذا الداش. فهنا راح يكون عندنا C1 داش C2 داش، وهنا C5 داش معناته داش على هذا، راح يكون عندنا C1 C2 داش. بالنسبة لهذا راح يكون عندنا C1 C2 مضروبة بالـ C1 C2 داش. وبالنسبة للترم الأخير اللي هو C1 C2 داش مضروبة بالـ C1 C2 داش، مثل ما ذكرنا بأنه C5 عليها داش. فلو ضربنا هذا الترم في هذا راح يصفر، لأن هنا عندنا C1 داش وهنا C1. هذا الترم في هذا الترم أيضا راح يصفر، لأن عندنا هنا C2 بالـ C2 داش، وهنا لو ضربنا هذا الترم في هذا راح نحصل بالنهاية على C1 C2 داش. لو سقطنا هذا الترم على هذا الجدول راح نجد بأنه C1 C2 داش هي هنا في هذا المكان، هذا الرو، وهذا يمثل لي بالتيست رقم 2 T sub 2. معناتها نمتلك التيست رقم 2 T sub 2 لما يكون C5 ستاك آت 1، يعني إذا كان عندي فولت بالدائرة بالكونكشن C5 وكان هو ستاك آت 1. حتى اكتشف بأنه اكو فولت عندي، فأني اللي أسويه المفروض أدخل إدخالات 1 بصفر، يعني الـ X1 1 والـ X2 0، وأجد إخراج الدائرة يختلف عن إخراج الدائرة لما تكون دائرة بشكل صحيح، وهذا معناته أكو C5 ستاك آت 1، أكو فولت بالـ C5 وقافل قيمته على 1. وإذا كان عندي C5 ستاك آت 0 يفيدني التيست اللي هو التي نوت والتي 3 مثل ما لاحظنا هنا. إلى هنا انتهت محاضرتنا بخصوص البوليان ديفرنس تكنيك. أي سؤال أو استفسار حول المحاضرة تستطيعون التواصل معي أعزائي الطلاب عبر الإيميل أو عبر الجوجل كلاس روم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.